بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. استكمل فقه الصيام من بلوغ المرام. في الصيام المستحب يقول عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان وهو حديث حسن. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بصيام هذه الأيام وتسمى أيام البيض كما رواه النسائي بإسناد صحيح عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام 3 أيام من كل شهر كصيام الدهر، وأيام البيض صبيحة 13 و14 و15. فيستحب أن يصوم من كل شهر 3 أيام. هو يعني ورد يسير يعني أن يصوم 3 أيام 1/10 من الشهر، فده هذا أمر يسير وبمثابة صيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها، فلو صام 3 أيام كأنه صام الشهر كله، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. استحب أن يختار هذه 3 أيام اللي هي أيام البيض، ولو صام غيرها لا حرج، يعني ممكن يصوم من أول الشهر خبرك أو من آخر الشهر، الأمر واسع، ولكن هذه 3 أفضل من إيه؟ أفضل من غيرها. وهنا في أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا يا رسول الله أن نصوم من الشهر 3 أيام، الأمر ده للوجوب؟ ها؟ الاستحباب ليه؟ ليه قلنا الأمر للاستحباب؟ في صارف صح؟ في صارف من الاستحباب اللي هو؟ أيوة، حديث الأعرابي اللي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام قال شهر رمضان، قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع، يبقى ليس عندنا صيام فريضة إلا صيام شهر إيه؟ رمضان بأصل الشرع. لكن في صيام ثاني ممكن يبقى فريضة؟ لا، فيه كفارة صيام النذر، بس ده مش بأصل الشرع بقى، ده بسبب أنه هو أوجبه على نفسه اللي هو النذر أو الكفارة، هو تسبب إيه فيها، هو مثلا أقسم على يمين ولم وحنف في اليمين، فهيبقى عليه كفارة يمين وطعم 10 مساكين معهوش، يبقى صوم 3 أيام. فمستحب أن يصوم هذه 3. بعض العلماء بيقول أن هذا الحديث فيه إعجاز علمي، بيقول ذكر الأطباء أن رطوبة الأجسام تزيد فيها مع زيادة نور القمر واكتماله، يعني الأيام القمرية دي بيزيد فيها فضلات البدن، والصوم يساعد على التخفيف من هذه الفضلات وإفراغها من البدن، كما أن الصوم حينما يلاقي البدن ممتلئا من هذه الرطوبة تخف مشقته ويسهل تحمله على الصائم، ولله في شرعه حكم وأسرار. يقول بعد ذلك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، اتفق عليه، واللفظ للبخاري، زاد أبو داود غير رمضان. هذا الحديث فيه حرمة صيام المرأة وزوجها شاهد، يعني حاضر، يعني ليس مسافر، مقيم، واخد بال حضرتك، لا يجوز لها أن تصوم النافلة إلا بإذن الزوج. فهذا يدل على عظم حق الزوج على زوجته، عظم حق الزوج على زوجته. والزوج يسمى بعلا، وهذا بعلي شيخا، والبعل هو السيد، واخد بالك، يعني المسألة دي يعني تعرضت لهزة في مجتمعات المسلمين، إن نتيجة للغزو التغريبي والغزو الفكري لبلاد المسلمين والدعوة إلى مساواة المرأة بالرجل، أصبح كثير من النساء تناطح زوجها في البيت وتعمل رأسها برأسه، واخد بال حضرتك. وبعدين تعرف السيد دي جريمة، الراجل اللي يبقى في البيت سيد دي جريمة، المفروض بقاش سيد، يبقى سيدة، واخد بالك، زيه زيها، هم عايزين كده، واخد بال حضرتك، يقول لك أصلك فلان ده زوجته ما تطلعش إلا بإذنه، واخد بالك، وبتسمع كلامه، دي ما بتكسرلوش كلمة،
قال له طب وده في حاجة دي، طب ما هو ده المفروض، ما هذا هو الأصل، ما هذا هو ليه الأصل. مش النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. يبقى الزوج له حق عظيم على ليه؟ على المرأة. المفروض إن البنات والنساء يتربوا على كده. تعرف أكثر مشاكل الزوجية في هذه الأعصار من هنا، إن المرأة شايفة نفسها لها إيه؟ قوامة في البيت، قوامة مش الرجل. لا تقول له أنت لص القوامة وأنا النص الثاني، واخد بالك، وأنا النص الكبير وأنت النص الصغير. والله. وكمان بقى لو كان إيه هي بقى فيها ميزة أخرى، بتنفق مثلا في البيت، أو كان مثلا من عائلة كبيرة، حدث ولا حرج. الإشكالية فين؟ في التربية. الشريعة الإسلامية المطهرة بتربي الرجال والنساء أن الرجل يعرف حقه وأن له القوامة. القوامة دي تعني إنفاق، تعني قيام بالأمر، تعني تربية الزوجة وتعليمها دينها، واخد بال حضرتك، وتعني أيضا مسؤولية. يبقى هو يقوم بمسؤولياته، وبتربي المرأة عليه أنها تسمع وتطيع، تسمع وتطيع. أما لما المرأة تقف لزوجها كل حاجة تقول له لأ، وتقول له أنا ليا رأي زي ما أنت ليك رأي. ماشي ليك رأي، بس مش كل حاجة إيه تخالف فيها ليه الزوج. شوف الشريعة منعت المرأة من أن تصوم، مع أن الصيام عبادة جليلة من أفضل القربات إلى الله سبحانه وتعالى، إلا بإذن زوجها. خد بالك، لو صامت أثمت، لو صامت نافلة بدون إذنه تأثم، حرام عليها تصوم. ليه؟ حق الزوج كبير وعظيم، فلا يجوز أن تصوم إلا بإذنه. فدي مسألة يعني من المسائل تعرضت لغزو فكري وخلخلة في المجتمع لإفساد مجتمعات المسلمين. تعرف نسب الطلاق ارتفعت، ومن ضمن أسباب ارتفاع نسب الطلاق الشقاق اللي بيحصل بين الزوج وزوجته. ليه؟ الزوجة عنيدة، ما تسمعش كلام، واخد بالك، شايفة ان هي ايه زي الراجل، زي الراجل. والله شايفة ان هي زي الراجل في البيت. يعني مسألة ان هي تطبخ وتغسل دي مسألة عدى عليها الزمن، ومسألة ان الزوجة تسمع كلام زوجها دي مسألة قديمة. واخد بالك يا اخي يحيى، اللي تربت على الفكر ده اوعى تتجوزها ولا تقرب جنبيه. لما تدخل بيت، انا بنصحك تدخل بيت تلاقي القوامة فيه للرجل، اخطب من هذا البيت وتزوج. تدخل بيت تلاقي القوامة فيه للمرأة والراجل قاعد على جنب على الرف، اوعى تتجوز من عندهم، انا بنصحك. ليه؟ هي هتحاول تكرر نفس الصورة في ايه؟ في بيتك. تقول لك خد بالك انا متعودة على ايه؟ اللي اقول لك عليه يمشي. خد بالك؟ ايوه، لو كترت بقى انت حر. فدي امر مهم جدا، خد بالك. فشوف سبحان الله، دي هي الفطرة، هذه هي الايه؟ الفطرة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. لذلك لما تمنى بعض النساء مال الرجال نزل قول الله سبحانه وتعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. فربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيفضل، خدت بالك؟ وده أمر سبحان الله، يعني اللي بينكره بيكابر، اللي بينكر تفضيل الرجال على النساء بيكابر العقل والحس. يعني أغلب العلماء حتى في المدنية الحديثة أغلبهم إيه؟ أغلبهم رجال. يعني اللي اخترع الذرة وغير الذرة، واللي اكتشف الكهرباء وغير الكهرباء، مش كلهم رجالة؟ واخد بال حضرتك؟ اللي بيسوق الشاحنات الكبيرة نساء ولا رجال؟ واللي بيسوق الطيارات مش أغلبهم رجال؟ إذن الرجل بيقوم بكل معضلة غالبا، صح ولا مش صح؟ فاللي بيقول الرجل زي المرأة ده بيكذب القرآن وبيكابر الحس والفطرة. فربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق وهو الذي فضل. فمن هذه يعني الأحكام الشرعية أن المرأة لابد أن تعرف حق زوجها، ومن هذه الحقوق أنها لا تصوم إلا بإذنه. واخد بالك، تستأذنه. طب قال لها ما تصوميش، ما تصومش، واخد بالك. ومن الأدب، خد بالك، من الأدب أن المرأة إذا علمت أنه ربما يكون لزوجها حاجة فيها بالنهار لا تصوم ولا تستأذنه في الصيام كمان. إيه الدليل على كده؟ حديث عائشة رضي الله عنها، اسمع بتقول إيه. بتقول كان يكون، سيدة عائشة بتقول كان يكون علي الصيام من رمضان
فلا أقضيه إلا في شعبان يمنعني الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني دايما تكون متهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم واخد بال حضرتك، فهي حتى مش راضية تصوم قضاء رمضان. شوف الأدب العالي، رعاية لحقه صلى الله عليه وسلم وتعظيما لحقه واخد بال حضرتك، ما تتمكنش إلا في شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله أو شعبان إلا قليلا. قالوا أيضا الإذن دوت لو كان إذن صريح أو إذن ضمني، يعني إذن لفظي، هي بتقول له أصوم بكرة، صوم الاثنين والخميس، لها صومي، يبقى ده إذن لفظي. أو هي علمت أنه لا يكره صيامها بل يحب ذلك، ممكن الزوج يكون بيحب زوجته أنها تصوم وتتعبد واخد بال حضرتك، ليس له حاجة فيها بالنهار أو غير ذلك واخد بال حضرتك، وربما يكون الزوج أيضا بيحبها تصوم واخد بالك توفيرا، لا أقول لك بدل ما تقعد تاكل طول النهار خليها تصوم. ها، فهي لو علمت أنه لا يكره صيامها ويأذن لها ما فيش حرج، يبقى إيه؟ تصوم. يعني مش لازم الإذن يكون إيه؟ لفظ، ممكن يكون إيه؟ ضمني، إذن ضمني، يعني قرائن الأحوال بتشهد عليه. أما صيام رمضان لا إذن فيه لأنها فريضة، طبعا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا تستأذن المرأة زوجها في صيام رمضان ولا في صلاة الفريضة واخد بالك، لأن ده حق لله سبحانه وتعالى، وحق الله مقدم على كل حق. يقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. فهذا الحديث يدل على حرمة صيام يوم العيد سواء كان عيد الفطر أو عيد الأضحى، يحرم، ودي مسألة فيها إجماع بين العلماء. شوف أنت متعبد لله سبحانه وتعالى، عبد لله في رمضان بالصيام، وعبد لله في العيد بالفطر، يعني تأكل في العيد بنية تعبد لله، خد بالك. لذلك من السنة من المستحب في عيد الفطر خصوصا اللي أنت تفطر قبل الخروج إلى المصلى، خد بالك، عشان يبقى في فاصل بين بين رمضان وبين العيد. ها، فعيد أهل الإسلام لا يجوز فيه الصيام. شوف الشريعة الإسلامية وجمال الشريعة، خدت بالك، فأباحت لك يعني الأكل والشرب، بل هذا أمر قد يكون واجب اللي أنت تأكل وتشرب في العيد. يعني ما ينفعش في العيد تقول أنا ممسك ماليش نفس للأكل، لا، لازم تأكل، لازم تأكل. يعني ما ينفعش تقعد طول النهار تقول أنا مش نفس، أصلك أنا متعود على الصيام 30 يوم صيام، أكل إيه دلوقتي، خدت بالك، لا لازم تأكل واخد بالك، ومستحب أن أنت تأكل قبل صلاة العيد واخد بالك. ففي ترويحة للنفس وفي توسعة، مستحب طبعا في العيد التوسعة على الأهل وعلى النفس. يوم الفطر ويوم الأضحى ويوم النحر، نعم، ما هو جاي بقى أيام التشريق، الحديث اللي بعده أيام التشريق جاي، فهنا في حرمة الصيام، ولا يجوز نذر هذه الأيام. يعني خد بالك يا أخ عمر، خد بالك، يعني واحد دلوقتي قال لله علي نذر السنة دي أصوم كل اثنين وخميس، هو اللي ألزم نفسه، هو ليه اللي ألزم نفسه. طيب طلع يوم العيد يوم الاثنين، أو يوم العيد طلع يوم خميس، ينفع يصوم؟ ها، لا يجوز، هذا الوقت ليس وقت صيام. طب يعمل ايه اخونا ده؟ طلع كفارة يمين، لان اليوم ده ليس يوم صيام، ليس يوم صيام، لا يشرع صيامهم حتى ولو كان نذرا، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامه. قال وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل، رواه مسلم، أو ذكر الله عز وجل. وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. يبقى أيام التشريق أيضا الأصل فيها أنه يحرم صيامه. هو الأول إيه أيام التشريق؟ أيوة، أول يوم العيد، ثاني يوم العيد، أيوة صح، أنو عيد؟ العيد الكبير، يبقى يوم 11 و12 و13،
13 ذي الحجة، واخد بالك؟ يوم 10 ده يوم الايه؟ يوم النحر اللي هو يوم العيد، عيد الأضحى. يبقى يوم 11 و12 و13 يسمى أيام التشريق. بيقولوا ان هو سميت أيام التشريق لأن الناس كانوا يشرقون فيها اللحوم وينشرونها في الشمس لتجف، واخد بالك؟ بيقطعوا اللحوم شرائح كده عشان ايه ما تفسدش، فبيجففوها في الايه؟ في الشمس، فسميت تشريقا لذلك، كأن الشمس يعني هتشرق عليها تجفف الايه؟ اللحوم. خد بال حضرتك، لأن الأيام دي أيام ذبح، الأيام دي أيام عيد، أيام أكل وشرب وذبح. يعني حضرتك لو ما ذبحتش الأضحية في أول يوم لأي سبب من الأسباب يوم العيد، ممكن تذبح ثاني يوم، ممكن إيه ثالث يوم ورابع يوم اللي هو يوم التشريق. ثلاث أيام التشريق مع يوم العيد أيام كلها ذبح ونحر، يبقى كم يوم هم؟ أربعة. خدت بال حضرتك؟ لأي سبب من الأسباب فاتك الأضحية، أو أنت عايز تذبح أكثر من الأضحية، مفيش حرج، الأمر إيه؟ واسع، تذبح ثاني يوم وثالث يوم رابع يوم لحد يوم 13. هذه الأيام النبي عليه الصلاة والسلام سماها عيد لنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. فمستحب فيها اللي أنت تاكل، واخد بالك، وتوسع، توسع على نفسك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما أمر بذبح الهدي قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها، خد بالك، يبقى ربنا امر بالايه؟ بالاكل منها. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال في الاضحيه كلوا واطعموا وادخروا، كلوا واطعموا وادخروا. سلام على جمال الدين، مراعاه للفطره الانسانيه، ما قالكش تطلعها كلها. طبعا انت جايب خروف سمين استسمنه، طبعا هتجيب خروف سمين حلو للاضحيه، ها، فلا ذبحته نفسك تاكل منه، فالشريعه لم تمنعك ان انت تاكل ايه منه، بل مستحب تاكل منه امتثالا لامر الله وامتثال لقوله صلى الله عليه وسلم كلوا تاخذ ثواب. الا تاكل لحمه وتاخذ ثواب؟ يا سلام. طيب ماشي. واطعموا وادخروا، تدخر بالي ليه؟ لما بعد يعني. فايام التشريق دي لا يجوز صيام. ونقل عن عائشه وابن عمر كما سمعتم ان هناك رخصه في صيام هذه الايام في حاله واحده، وهو من لم يجد الهدي. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، سبعة إذا رجعتم. يبقى هتصوم ثلاثة أيام في الحج، واخد بال حضرتك، يعني في أيام الحج. فالسيدة عائشة بتقول في رخصة في صيام هذه الثلاثة لمن لم يجد الإيه؟ الهدي. يعني تمتع هو بالعمرة إلى الحج وليس معه هدي فيصوم هذه الثلاثة، ثم إذا رجع إلى بلده صام سبعة أيام أخر. آخر حديث ناخده النهاردة عشان ما نطولش عليكم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. اتفق عليه. الحديث الأول في النهي عن تخصيص صيام يوم الجمعة، يبقى الحديث الأول في معنى آخر اللي هو أن الإنسان يترك كل الأيام ويصوم يوم الجمعة، يخصه من بين الأيام، لا يشرع تخصيصه، لأن يوم الجمعة يوم عيد، يوم عيد، عيد أسبوعي للمسلمين. خدت بالك؟ في بعض الناس زعلانين يقول لك احنا المسلمين ما عندناش الا عيدين بس، ده في ناس كل يوم عندهم عيد وكل شهر عندهم عيد، كل شويه بيغزونا. لا، احنا عندنا كل اسبوع ايه؟ عيد. فيوم الجمعه ده عيد لنا اهل الاسلام، فايضا يستحب فيه توسعه للاهل والنفس والاغتسال والتطيب والتسوق ولبس احسن الثياب والاجتماع في المساجد، واخد بال حضرتك، وتعهد امور المسلمين والسؤال عنهم، واخد بال حضرتك، فكل ده مستحب في يوم الجمعه. قالوا طيب ايه الحكمه في ان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام يوم الجمعه او نهى عن تخصيصه بالمعنى الاصح؟ قالوا الحكمه ان يوم الجمعه اولا يوم عيد وهو خير الايام، واخد بالك، لذلك في الحديث ايه؟ ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعه. يوم الجمعة ده أفضل الأيام،
فيه خلق آدم واخد بالك، وفيه أنزل إلى الأرض، وفيه تقوم الساعة. قالوا أيضا يوم الجمعة في جملة من العبادات، جملة من العبادات، استحباب الاغتسال، تطيب، التبكير إلى صلاة الجمعة، قراءة سورة الكهف، واخد بالك، كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كثرة ذكر الله، تحري أوقات الإجابة، فكل دي عبادات. فربما بعض الناس لو صام يوم الجمعة يضعف عن هذه العبادات، ولما تتزاحم المصالح والطاعات يقدم الأولى، يقدم الأولى. فيوم الجمعة في ساعة إجابة، وربما أنت حضرتك لو صمت وساعة الإجابة أنت عارف فين؟ آخر ساعة من الجمعة. فربما أنت لو صمت يحصل لك تدرخ وتيجي أنت في آخر ساعة تروح نايم، ها؟ ما تتحرش الدعاء أو ما تدعيش في هذه الساعة. زي برضو تعرف النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة يوم عرفة لم يصم عرفة بعرفات في الحج. ليه صلى الله عليه وسلم؟ قال عشان شغله بالدعاء، انشغله بدعاء. فقالوا الدعاء هنا أفضل من من الصيام، لأن ممكن لو انشغل بالصيام يضعف عن الدعاء، يعني بعض الناس لو انشغل بالصيام يضعف عن الدعاء. فأيضا هنا ربما أيضا لو انشغل بالصيام في يوم الجمعة يفوت هذه المصالح التي منها الدعاء، التي منها الدعاء. لذلك نقل عن بعض السلف أنه كان إذا وجد من نفسه ضعف عن قراءة القرآن يفطر، خدت بالك، يفطر عشان يقرأ القرآن. ما هو الناس مش كلهم زي بعض، والشريعة أتت للجميع، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. في واحد قوي البنيان، قوي الهمة، خدت بالك، عالي الهمة، ما شاء الله يصوم ويقوم ويقرأ ويذكر ويدعو، ما يؤثر في الصيام، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حاجة جميلة. وفي واحد تاني ضعيف الهمة أو ضعيف الإرادة أو ضعيف البنيان، لما يصوم يضعف عن بعض العبادات الأخرى، خد بالك. فنقول له أنت وازن، شوف العبادة الأفضل اعملها واترك طالما احنا في دائرة المستحب، في دائرة المستحب. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.